صباح النور وأهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى حلقتنا لليوم. الآن سنذهب في جولة على أبرز الإصدارات الفنية والسينمائية في العام 2021، وبالتأكيد مع الزميلة ماري تريز في الفن السابع. صباح النور مشاهدينا، صباح النور سارة. صباح النور وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير، يعني سنة جديدة سعيدة عليك. ان شاء الله وان شاء الله تكون سعيدة على الجميع ونخلص من وباء كورونا. ما نسمع شو قال الطبيب قبل، انه ما رح نخلص، ان شاء الله نخلص من وباء كورونا ويكون عنا انتاجات سينمائية جميلة جدا بالتأكيد. واليوم حتاخذينا في جولة، اليوم نعمل جولة على أبرز انتاجات 2021 لمشاهدينا يلي ما قدر يشوفهم يقدر يشوفهم، وهن رح يكونوا إصدارات متنوعة. رح نحكي عن إصدارات الأفلام بمختلف أنواعها، وبعد غياب يلي فرضوا كورونا أدى تأجيل، يعني كان لخيرنا يمكن أنه شفنا مجموعة من الأفلام المميزة. وحسب موقع روتن توميتوز والمجلة ماري كلير الأمريكية، شو هي أفضل أفلام الأكشن بداية بال 2021؟ مورتال كومبات. يلعب الفيلم الجديد عن نوستالجيا والحنين للماضي، وهي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو بتسعينات القرن الماضي، وتتلخص أحداثها حول صراع بين فريقين طيب وشرير من لاعبي الفنون القتالية. لمحبي الفنون القتالية واللي بيحبوا هالنوع من الأكشن، إذا ما شفتوا هذا الفيلم بننصحكم أنه تشوفوا. الفيلم الأكشن الثاني يلي تعودنا نشوفه سنوياً تقريباً هو Fast and Furious بالجزء التاسع. كان أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة، وهو جزء سكارلت جوهانسون. مثل ما قدمت شركة مارفل بالسابق أفلام مستقلة عن أبطال الخارقين خلال الكم سنة الماضية، إجا الاختيار على الأرمل السوداء أو بلاك ويدو، وهي أحد أعضاء فريق أفنجرز واللي بتتسم بالغموض الشديد بشأن ماضية. فكان هيدا الفيلم واجه بلاك ويدو أزمة شهيرة، وهي قيام بطلته سكارلت جوهانسون بمقاضاة شركة ديزني بسبب طرحها للفيلم على منصتها الرقمية ديزني بلاس بالتزامن مع عرضه بصالات السينما. هو ما جعل جوهانسون تزعم أنه تلك الخطوة قللت من أرباح المالية للفيلم، لكن بعد منازعات توصلوا الطرفين بالنهاية إلى اتفاق مرضي، وتعهدوا بمواصلة التعاون الفنية بالمستقبل معه. ورح نشوف على سكارلت بعدة أفلام من إنتاج مارفل قريبا. شو رأيك يا سارة بهالنوعية من الأفلام؟ يعني متابعي الأفلام ومتابعي هذا السوق كان فعلا في لغط في الفترة الماضية ماري تريز، إذا كان عرض الفيلم على منصة ديزني بالتزامن مع عرضه في الصالات أدى إلى خسارته، أم أن الفيلم فعلا لم يلقى الرواج. أعتقد أنه بالفعل كان خطأ أنه عرضه على المنصتين في ذات الوقت، وخاصة أنه منصة ديزني لها رواج كبير جدا فعلا. أكيد حيقلل من إيرادات الفيلم على صالات. جائحة كورونا عززت التواصل على هالمنصات، وصاروا العالم بيتوجهوا لهالمنصات أكثر من الصالات للأسف. صحيح صحيح. ف يعني بتمنى انهم يتداركوا هذا الخطا اللي صار. الحلو انه اخيرا وصلوا لاتفاق، بعتقد انه هذا الاتفاق كان في مبلغ، كان في مبلغ مادي كثير كبير وصل لملايين الدولارات انه اندفع لسكارلت، وكمان مضجوا معها لاعمال جديده. لكن احنا المستفيدين في الاخر، لانه معناته انه حنرجع نشوف اعمال مختلفه واعمال جديده ما بين سكارلت وما بين مارفل. كمان من الأفلام الأكشن يلي لقيت رواج بعام 2021 هو Those Who Wish Me Dead لأنجلينا جولي ونيكولاس هولت، يلي بتعود النجمة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار أنجلينا جولي للأكشن من خلال هيدا الفيلم. بتجسد دور امرأة تعهدت بإنقاذ شاهد يتعرض للمطاردة من جانب توأم في الغابات بعد أن شهد على جريمة قتل أحد المراهقين. كمان من الأفلام يلي اليوم تقدروا تشوفوها على المنصات فيلم فري جاي، يلي هو كان فيلم أكشن وهيك فيه أجواء كوميدية لرايان رينولدز، بيجسد دور صراف بأحد البنوك بيكتشف أنه مجرد شخصية بلعبة فيديو تتسم بالعنف، وهو رح يستنتج يطلع منه كتير من الأكشن والكوميديا. هذا الفيلم حاز على تقييم 7.3 على 10 على موقع IMDb.
وبحب لكم انه هو كمان موجود على منصة نتفليكس للي بعد ما شاهده. من الافلام الاكشن واللي كانت مهمة وحققت ارباح على شباك التذاكر هو No Time to Die ل 007، وهو بطولة دانيال كريك وانضم له رامي مالك، نومي هاريس، جيفري رايت وغيرهم من الممثلين، واللي هي كانت احدث مغامرة للعميل السري جيمس بوند، كما انه الظهور الخامس والاخير للممثل دانيال كريك يلي بالشخصية لمع فيها ونحن حبيناه من عام 2006. بيحمل الفيلم كمان الرقم القياسي كأطول فيلم بوند، حيث تم تسجيله كان طولة مدته 2:45، وبيتمتع بأوسع إصدار مسرحي لأي فيلم بتاريخ المملكة، وتم إطلاقه ب 772 دار سينما مع أكثر من 9000 عرض يومي. فهيدا من الأفلام يلي كمان كتير ناس بيحبوها وبيحبوا الأكشن. شو رأيك سارة، أنت بتحبي سلسلة 007؟ شوفي اللي بيحبها أكيد بحبها، بس اللي بيحبها واللي ما بيحبها بيحس بهذا الحنين والعودة بالزمن لما يعرف أنه في جزء جديد بنعمل، وربما لما يسمع موسيقى الفيلم. صح، واللي زاد أنه هذا هو الجزء الأخير من السلسلة، فبالتالي خلت الكل. وعلى فكرة يعني سمعت أنه سينمائيا عمل رواج حتى للأجزاء السابقة هذا الجزء، لأنه أصبح الكل حابب يرجع يشوف الأجزاء القديمة حتى يصل إلى الإنتاج الأخير منه. من أفلام الأكشن كمان كان في أفلام للأبطال الخارقين مثل إترنالز يلي كان فيلم كتير تم الترويج له ونحكى عنه كتير قبل عرضه، ما هو مع مجموعة من الممثلين يلي هن أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن وعدد من الممثلين، يعتبر خليفة أفلام أفنجرز. استرغب شركة مارفل بالاستمرار بتقديم نفس مغامراتهم لكن بوجوه وشخصيات جديدة، كما أنه الفيلم بيشهد لأول مرة على انضمام أنجلينا جولي إلى عالم مارفل السينمائي، وتلعب جولي بأحدث أفلام مارفل دور ثينا يلي هي محاربة شرسة. وإذا بدنا نحكي عن أفلام الأبطال الخارقين ما فينا ننسى سبايدر مان يلي مع نهاية هيدا العام حقق أرباح هائلة وتم عرضه بالصالات بمنتصف ديسمبر الجاري وكسر الأرقام القياسية، وأكيد كتير حبوا الجمهور وكمان اعتبروا الكثيرون أنه هو من أفضل أفلام مارفل للآن. وخلال عطلة نهاية الأسبوع يلي كان أول أسبوع بعرض الفيلم سجل إيرادات عالية ووصل ل 1.5 مليار دولار لحين عرضه لهاللحظات. فهيدول هيك مجموعة من أفلام الأكشن والأبطال الخارقين، رح ننتقل لمجموعة مختلفة هلا. يلا. من الأفلام يلي هي أفلام فستيفالات وأفلام تعرض مختلفة تماما وهي أفلام مستقلة The French Dispatch يلي هو للمخرج ويس أندرسون يلي عرض خلال مهرجان كان السينمائي. الفيلم بيقدم عبر كوميديا قصة إحدى الصحف الفرنسية الصغيرة في مقاطع مختلفة، كل منها بيمثل أحد أبواب الجريدة. شارك بالفيلم مجموعة كبيرة من النجوم مثل تيلدا سوينتون، تيموتي، بنيسيو ديل تورو، وأوين وينسون وغيرهم من الممثلين يلي اجتمعوا بفيلم واحد. يعد من ضمن هالأفلام يلي هي أفلام مهمة، أفلام فستيفالات وعندها جمهورها مختلف، وهو فيلم يستحق المشاهدة. فصار هيدا من الأفلام يلي بدك تزيديه على الليست عندك. موافقة، لأنه دائما انتبهت أنه زوجنا في الأفلام قريب، فما زال هو مرشح منك بالتأكيد. من الأفلام أيضا رجع المخرج المخضرم ستيفن سبيلبرغ بعام 2021 بفيلمه West Side Story، فيلم غنائي رائز مقتبس عن فيلم آخر بنفس الاسم تم إنتاجه عام 1961. بيقدم فيه معالجة حديثة لمسرحية روميو وجولييت، ونشاهد العنصرية بين البيض واللاتينيين بأحياء نيويورك الفقيرة. الفيلم حاز على اهتمام النقاد يلي رأوا فيه انه افضل نسخة من القديمة، ومن المتوقع ترشيحه لعدد كبير من الجوائز بموسم الجوائز والأوسكار، وفعلا هو لليوم تم ترشيحه لأربع جوائز جولدن جلوب، منها افضل فيلم وافضل اخراج. في فيلم آخر هو من الأفلام يلي أنا كتير حبيتها هالسنة وتم اختياره من قبل روتن توميتو ومجلة ماري كلير، هو سبنسر.
فيلم يلي اخراج بابلو لارين وهو بطولة كريستين ستيوارت واللي بيحكي عن الليدي ديانا سبنسر والزوجة الراحلة لولي العهد البريطاني الامير تشارلز. بيتناول في الاجازة الاخيرة مع العائلة يلي قضتها مع العائلة المالكة واللي قررت من خلالها الانفصال عن زوجها وتركت وراها حلم المملكة حتى تفوز بحياتها. وهونيك منشوف الحالات النفسية والمشاكل يلي كانت تمر فيهم. ترشحت ستيوارت لجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن هالدور، وأكيد هيدا الفيلم رح يروح على الأوسكار، وأكيد كريستين ستيوارت رح تكون مرشحة كمان للأوسكار. بعد فوزه بالأوسكار وحصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان فينيسيا عن فيلم في لمحة مختلفة ربما مش متعارف عليه في الأفلام، خاصة في الأفلام الأقل تكلفة إنتاجية، دائما ما بتحظى بهذا النوع من الرواج الكبير، ولكن يبدو أنه الفيلم ربما يكون مثير بنوعا ما بطريقة أخرى، فحلو أنه نضيفه، حلو انه نتابع اشياء مختلفه. فعلا سارة هو كانت 2021 حافله بالافلام، لكن اكيد ما فينا نحكي عنها كلها، اختصرناها بكم هالفيلم وافلام مختلفه. كمان كان في افلام رعب، لقيت رواج لمحبي افلام الرعب، وكمان كان في افلام ذات مستوى، مش كان في افلام انيميشن كمان كثير جميله جدا خلال هيدي السنه. وحننتظر معك بالتاكيد ماري تيريز انه خلال العام القادم 2022، اليوم اول يوم لسه معودين نقول 2021، حيكون في اصدارات اكثر، وبالتاكيد نهار الاثنين اذا الله راد رح نحكي عن مجموعه الافلام الجديده اللي رح نقدر نشوفها بال 2022. شكرا جزيلا لك ماري تيريز. شكرا لك مشاهدينا.